زهرة عم تكذب عليكم. شو قصدك؟ لأنه كانت بتعرف هالشاب من قبل. مظبوط يا بنتي؟ كانت مخبية صورته تحت المخدة وأنا شفتها بعيني. مو صح يلي عملتيه يا زهرة. بس شو بيفيد هالحكي هلأ؟ هاي إجا الشاب وطلبها. بتشوفي يا زهرة، بتشوفي شو حساوي. ألو؟ إيه هي أنا. تمام، رح أقول له. مين هاد؟ هذا أحمد بابا. شو بده؟ عم يسأل إذا في شوفني. خلصنا من الأولى، أجتنا الثانية. بس هن انخطبوا، يعني وين المشكلة؟ قدام الله وقدام الناس، إذا ما وثقنا بأحمد هلأ بمين بدنا نثق؟ ماشي، روحي شوفي. ألو؟ بس أختك رح تروح معك. أنا شو بدي روح ساوي معهم يعني؟ خلصنا، حتروحي. شو في داعي لروحتي؟ لما كنا أنا وجهاد ما كانت تروح معي. أنت شي وزهرة شي. طبيعي، لأنه الست زهرة أهم مني، مو هيك؟ ناريمان، تعالي هون والله لكسر راسك. لا تقسى عليها يا عثمان، حرام ما تحملها فوق طاقتها. والله هذا اللي كان ناقصني، تعيط بوشي؟ اسمعي اللي قال لك. إذا أختك ما راحت ما في روحها. ليش أختك جاية معنا؟ ما رضي غير هيك. طيب ليش هيك؟ كأنه أبوكي ما بيوثق فينا؟ أصلاً نحنا كنا نطلع كتير سوا وما غلطنا بشي، صح؟ صدقني مو أنت السبب. تضربي انتي وياه؟ ليش هيك عم تطلعوا؟ اهلا وسهلا. شو بقى اختك؟ امي؟ شو بيعرفني؟ ما صدقت ايمتى رجعت. قلتلكن بلاها روحتي، انتو ما رديتوا علي. شو صار؟ ليش؟ لانه عينه ما انشغلت عني، كل الوقت عم يتطلع فيني. بكره بتشوفي ما رح يتم هالزواج، بتشوفوا. بكره رح يساوي بزهره مثل ما ساوى جهاد فيني تماما. بعدين بيمشي وبيرميها. لا بنتي، بتكوني فهماني غلط. شو اللي بدي افهمه غلط؟ ما شفتي كيف عم يتطلع؟ يا لطيف. لك انتي غبية يا بنت، غبية. بكرة رح تعرفي انه كان معي حق، بس وقتها بيكون فات الأوان. أنا عم فكر بمصلحتك، افهمي بقى. أنتي آخر شي بيفكر فيه. اسمعي مني واتركيه قبل ما يتركك.
مثل ما عم حاكيكي زهرة، صدقيني. أنا طالعة. رايحة تشوفي أحمد؟ إيه بابا. وين أختك؟ معنا جاية. وليش بقى؟ ما رضيت تروح. ناريمان، ناريمان تعالي هون. وليش مانك رايحة مع أختك؟ ما بدي روح. ناريمان، سألتك ليش مو رايحة؟ ما فيني روح بابا. وليش؟ بابا لو سمحت يعني، وأنا في عندي شيء أعمله. شو صاير لهالبنت؟ لا تكونوا زعجتي أختك بشي. والله ما عملنا على شي بابا، ما غلطنا معه بكلمة. تمام تمام. لكن ما في طلع من البيت، شفتي من كم يوم، ما في داعي لها الروحة. شبك انتي؟ قايلت لك شي ناريمان؟ بالله عثمان هي عم تحكي حكي فاضي، بس هي ما حبت أحمد، بتكون غيرانة. أبصر، يمكن معك حق. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.